لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. العد التنازلي لإحياء ذكرى تشرين وضع الجميع في حال الترقب لما ستؤول إليه الأحداث في ظل أجواء مشحونة ومرحلة ربما تكون الأكثر تعقيدا بعد 2003. 3 أعوام على تشرين وعام على الانتخابات والأزمات تتسع، الواحدة تلد أخرى، وأسباب الاحتجاج ما زالت قائمة والتوتر هو سيد الموقف. ماذا إذا تحمل الأيام المقبلة من مفاجآت؟ هل يمكن أن نشهد حلولا ترضي المحتجين والمنسحبين؟ وهل بقي للسياسة من فنون يمكن أن تقرب بين المتخاصمين؟ أم أن ليل أذرع وفرض الأمر الواقع سيبقى متحكما بالمشهد السياسي العراقي؟ أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بضيوف حلقة هذه الليلة، السيد مشرق الفريجي أمين عام حركة نازل أخذ حقي، حياك الله سيد مشرق، أهلا ومرحبا، وأيضا الشيخ صفاء البغدادي الباحث في الشأن السياسي، حياك الله شيخنا، أهلا ومرحبا، وكذلك معنا عضو حركة امتداد السيد مسعد الراجحي، أحييك سيد مسعد إذا كنت تسمعني بوضوح. الدكتور مسعد الراجحي تحية لك. أهلا ومرحبا. خليني أبدي معك شيخ صفاء، ومساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. لا يخفى على أحد اليوم أنه الإطار وحلفاء يريدون أن يمضوا لتشكيل الحكومة من دون الصدريين، وربما بدأوا هذا الأمر يعني أمس حالما انعقدت جلسة البرلمان. شنو قراءتك لنتائج ذلك؟ وهل كانت الصواريخ هي إحدى رسائل الامتعاض مما حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللضيوف وللأخ عبر الفضاء. طبعا عقد جلسة المجلس البارحة مجلس النواب معقدة جدا، وتم قطع تقريبا بغداد بالكامل، بل أصبحت بغداد تكنة عسكرية البارحة. إذا هم خائفين من الشعب العراقي ومجلس خائف مرعوب وحكومة لا تستطيع أن تحمل متظاهرين، هذه طامة كبرى حقيقة. أما بالنسبة للصواريخ اللي انطلقت البارحة، طبعا بالنسبة للي أنا سمعت وقرأت البيان، بيان الحاج صالح محمد العراقي، أدان مثل هذه التصرفات ولم يكن حقيقة هي من محسوبة على المتظاهرين اللي البارحة، ولكن محسوبة على جهات هي ميليشياوية تم قصف الخضراء من قبل الميليشيات الوقح. شنو مصلحة هذه الميليشيات؟ مصلحة هذا هم أحزاب تتخاصم على السلطة وتتقاتل على السلطة وتتقاتل على النائب الأول. لا آه. اي نعم، يعني على النائب الأول. القتال داخل الإطار طبعا نفسه. طبعا هي طبعا الإطارين هم جمعتهم المصلحة، لأن عندما كان سماحة السيد مقتدى الصدر مع ائتلاف إنقاذ وطن كانوا اجتمعوا لأجل مصلحة، والمصلحة هي شنو؟ حتى يعرقلون مشروع الحكومة وحكومة إنقاذ وطن. ولكن بهذا 6 أشهر هم جالسين في بيوتهم ويأخذون رواتب. أنا ما شايف البرلمان فضائي، هذا برلمان فضاء يعني فضائي. ما أنت مدام وتأخذ فلوس، تأخذ ملايين، هم مليون ومليونين، أخذ 15 مليون 30 مليون هو والحماية مالته وإلى آخره. هذا حلال حرام شيخنا؟ لا حرام، أكيد حرام. أصلا أنت عقدك مع الدولة، عقد أي موظف كائن من يكون، عقده مع الدولة على حساب الساعات اللي يعمل بيها. أنا منطيك ساعات من 8 الصبح لـ2، من 8 لـ3. هذا إذا تسرق، إذا تسرق لك دقيقة هي حرام. أنت جاي توكل عائلتك وتوكل نفسك حرام. ما بالك إذا 6 أشهر هو أصلا مبدأهم ويقول أنا عطلت البرلمان. هو يحترف يقول أنا معطل، الثلث المعطل والثلث الضامن وإلى آخره. يقول لك حركة قانونية وهاي ديمقراطية. صحيح قانون صحيح، ولكن تعال للبرلمان
خب مو عده لك انت تاخذ فلوس، هي المشكله هاي. انت عده لك وتاخذ فلوس، عده لك وعندك حمايات، انت شنو سويت؟ انت صار لك سنه، شنو السنه سويت بها؟ ما سويت بها شيء. هذا جانب. جانب اخر، انت خسران بالانتخابات واحترفت وطلعت على الانتخابات وقلت هاي انتخابات مزوره والانتخابات ما تمثل الشعب العراقي، وطلعت واحتصمت ونمت بالغريب على الخضراء. الان هسه صارت الانتخابات جيده، هسه الان انتخابات جيده والانتخابات صالحه. مو انت انا جاي ايدي يعني الزموهم بما يلزموا انفسهم، انت تقول انتخابات مزوره، انت شلون ترضى بالمزوره اللي هسه يقول لك الاطار بما انه احنا كنا ثلث معطل واتهمتونا انه احنا عطلنا عمل مجلس النواب والاعمال متوقفه والخدمات متوقفه وتشكيل الحكومه ايضا، خلونا عقدنا جلسه وخلونا نمضي ونشكل الامور ونمضي بعدين بقضيه التصويت على الانتخابات المبكره الى اخره، حل مجلس النواب ربما، شنو اشكاليتكم على انعقاد جلسه يوم امس؟ هو ما ست الفاضله هو ما بني على باطل فهو باطل. ما انا اقول هسه، ما انا اقول انت جاي تقول هاي الانتخابات مزوره. زين اكو واحد يحكم بلد بانتخابات مزوره؟ انت تريد تحكمنا بانتخابات مزوره؟ انت تقول 80% من العراقيين لم يشتركوا، 20% اشتركوا، زين نص ال 20% طلعوا، ظلت 10%، هسه يصير 10% تحكم العراق؟ ما اعرف. يعني اذا 10% يحكمون بالعراق هاي مو انتخابات ولا ديمقراطيه، وين الديمقراطيه؟ ما هي الساحه بقت لل 10%. اي بس هذا لا، انت تقول مزوره، انت جاي انت تقول مزوره، شلون اقبل بيك انا؟ انت شلون تريدني اقبل بيك؟ اقنعني، انت جاي تقول لي انتخابات مزوره وطلعت وانطيت خسائر، مو انطى حتى خسائر، مو صادم ويا القوات الامنيه، مو قال عندي شهداء طاحوا، يشاوينك شاب شو من وصلت لك، من طلعوا الصدريين وطلعوا 73 كرسي تلاقفوها. طيب خليني انتقل لسيد مشرق واحييك مجددا، يعني لعل البعض ينتظر ذكرى تشرين من جديد، وربما البعض يترقب هل ستكون ثوره اكبر من ما حصل، وراح تكون فقط وقفه قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، هل ستكون مختصرة على التشرينين فقط وراح تكون هي ربما وقفة لجميع العراقيين؟ شنو راح يصير يوم السبت؟ بداية تحية حضرتك ولقناة الكريمة وللشيخ الكريم وصديق دكتور مسعد. يعني بداية يعني في سنتين الأخيرتين في ذكرى 11 كان لنا حضور في الساحات، نستذكر الشهداء نعم تمام، لكن بالتالي نحيي تشرين مرة أخرى، تشرين لم تمت حتى نستذكرها، فبالتالي هذا الإحياء يجب أن تحيي معه الذكرى، المطالب الرئيسية اللي خرجنا من أجلها. وبالتالي المطلب الرئيسي اللي خرجنا فيه تشرين بالبداية هو التغيير الشامل لمنظومة الحكم، وهذا الأساس الذي سيرفع في جميع التظاهرات ليوم 11. السيناريوهات متعددة، وأنا أعتقد بفهم القاصر أنه هذه السيناريوهات ستكون مع كيفية تعامل السلطة مع هذه التظاهرات. شلون تتوقع راح تتعامل؟ نتمنى ان تكون سلميه، الشباب سيكونون بسلميه منظمه هذه المره، ماكو نيه لعبور الخضراء ودخولها والى اخره. نتحدث عن جنبتين، الجنبه الاولى هي جنبه ساحه التحرير، الخطاب فيها سلمي، ليس فيها نوايا للذهاب بعيدا الى المنطقه الخضراء، وانا اتكلم عن التنسيقيات التشرينيه وعن القوى الناشئه التي ستشترك في هذه في جنبه التحرير. في جنبة النسور هناك لجنة مركزية منتظمة ومحترمة أصدرت بيانا واضحا وتكلمت عن قراءة بيان داخل المنطقة الخضراء وليس اقتحاما واعتصام. بعد ذلك صدر منها تنويه، وتنويه مهم قبل يومين، تحدث عن أننا سنحاصر معاقل الفاسدين، وهذا به أنه يعني نحاصر معناته في خارج، وهذا تحليل، وأنهم لن يقطعوا الشارع، سيكونون سلميين، لن يتسببوا بإغلاق مدرسة، ويعملون ونعمل بشكل واقعي على التدرج في الاحتجاج. ختام لنراجع قليلا منذ 2020 21 بالضبط وما بعدها، كثرة الكلام عن تشرين ومحاولة تشويه تشرين وشباب تشرين كبيرة جدا، صحيح. سفارات جوكرية، أنتم طلعتوا عادل عبد المهدي اللي كان جاي يسوي الاتفاق الصينية، أنتم اللي صلبتوا البطاط، انتم اللي تاخذون فلوس كذا، انتم هاي الامور، هاي عمليه التشويه اللي صارت على تشرين حقيقه كان اكو تراجع جماهيري، مخاوف من الناس ان تكون مع مخرجات تشرين. فبذلك هذا اعاده ضبط هاي الناس
ومحاولة إضعاف هذه السلطة أكثر وأكثر بالاحتجاج هو هذا اللي نريده اليوم اللي جاي نشتغل عليه. نحتاج أن نتدرج بشكل واقعي وأن ننظم وننتظم بشكل أكبر القادم. وبالتالي هناك صراع. صراع جرنا هو لا جرنا له للأسف التيار والإطار. وهو صراع قوى العضلات بالشارع. زين. كل منهم يقول أنا أنزل جماهيري وهاي جماهيري. أنتم منو؟ أنا أنزل جماهيري وهاي جماهيري. أعطل والتشرين ضايعين بين الاثنين. أعطل أوقف ما أدري شنو. إحنا قلنا يابا إحنا هذا صراعكم لسنا جزءا فيه. حس أكو مفاصل جنب هنا شخص هنا هذا ما يمثل بالمجمل المجمل العام. يعني البارحة ما كنتوا وياهم بالتظاهرات؟ لا ما كنا يعني إذا أشخاص كانوا موجودين يقولون إحنا تشارنا لكن بالتنظيمات. إذا تنظيمات اللجنة المركزية واللجان التنسيقية ولجان المحافظات وأيضا كقوة سياسية ماكو واحد اشترك نهائيا ما رحنا طالبنا أنه يكون حفاظ على الدين صور شهداء تشرين كانت مرفوعة يوم أمس ما هم تشرين صور شهداء تشرين هي أيقونة تمثل أيقونة للجميع يعني أنا أشيلها غير يشيلها يعني رأيي محترم زين. بالتالي أنا جاي أتحدث عن منظومة تنظيمية ما حد راح بالتالي احنا قلنا 11 بيان ماكو بيان صدر انه قبل هذا انه يكون اكو نزول للشارع لذلك هناك فصل واشارات واضحه من قوات تشرين بالمجمل هسه يقول انتم مجموعتين واحد يجي يقول انتم ثلاث مجامع جيد جاي نتنظم احنا مو تحالف وطني صرنا 60 خانه احنا كنا شخوص وبدينا ننتظم باربع مجموعات بخمسه وهذا تطور جيد تقول عينا بمجموعتين ثلاثه احنا ننظر الى قضيه واحده وهي التغيير الشامل وهذا هدفنا الرئيسي هسه احنا نتظاهر الصدري ما مكتوب عليه صدري على ظهره صحيح ولا الاطاري ما مكتوب عليه اطاري بظهره من يجي الظهر ايش ما ادرينا احنا انت ظاهره جماهيريه الناس تجي اكو مفصليات اكو شعارات رئيسيه لتشرين تمس كل القوى السياسيه بمن فيها سياسي التيار وسياسي الاطار طبعا انت هنا بهاي المفصليه هل تتحمل هذه الجماهير وانا لا انا لا اقبل على كنت شعارات تمس شخصيات انا كمشرق لكن بالتالي يتحمل مثلا عشان الشعارات اللي راح ترفع قد تكون شعارات تمس سياسي التيار وسياسي الاطار بشكل واقعي طبعا هذه الشعارات اذا انطلقت يتحملون التيار يقولون احنا راح نشارك بهذه التظاهرات اهلا وسهلا ماكو واحد قلت لك احنا ماكو واحد يمنع الساحه مالتي الساحه مال خلفوني ما خلف احد لكن اليوم هي تظاهرات تشرينيه بس من يرفع شعار يمس احد بالتيار الصدري او بشكل بعيد ليش احنا جايين نقول هاي ما راح تسوي لنا صدام احنا نحذر من محاذير وجاي نحكي هاي شباب وشباب محترقه القلب تنظر الى احداث تشرين احداث ساحه الصدرين تنظر الى احداث الحبوبي تنظر الى احداث السنك تنظر الى احداث كثيره لم توضح هسه احنا ما نقول هم مشاركين بالقتل حتى لا نقول انتم ما تقولون عين قتله وغيرها احداث الحكيم مرقد الحكيم وغيرها من هاي الاحداث احنا ما نقول فلان قتل جاي نقول اكو تهم واكو اعلام سوى خلط اوراق في هذه الفتره وهذه الاحداث تسببت بشرخ كبير اكو واحد يقول ماكو شرخ اكو شرخ اكو شرخ اكيد هذا الشرخ يحتاج لمعالجات مسبقا ام يحتاج يقول لي لا تعالوا وياي انا شلون اجي لك اكو شرخ عالج الشرخ فبالتالي هذه اكو مطالب مشتركه ما بينكم وما بين مثلا الصدريين اللي رافعيها اليوم هي مطالب اصلاحيه ست ختام خلينا نرجع للتاريخ ما هي نفس المطالب اللي كنا رافعينها ب 2015 وكنا نتحدث عن الوطن والوطني وغيرها من الامور هذه الكثره ان نترك الاسم التفصيله الجهه الفلانيه ونتحدث باسم العراق ما هاي غابت بعدين اصبحت الكتله الصدريه ومحترم رايها نزلت باسم الكتله الصدريه وحتى التظاهرات البرلمان هي شعارات لكتلة معينة ومناشد ومحترم طبعا كلش احترم اني هذه القضية والاطار كذلك فبالتالي حتى من التشرينيين اكو ناس دخلت بالسلطة وعندها نواب وعندها حركات سياسية لو هذه ما تمثل تشرين شوف ما محسوبة على تشرين اقصى جمهور هو جمهور تشرين اقصى جمهور لا تستبعدين راح تشوفين الشعارات مصوبة ضد بعض الشخصيات اللي اشتركت ولم تقدم اليوم نازل اخذ حقي تروح تستلم ملف وتفشل به امتداد الله ينقلبهم زين ما خلوهم قبل التيار ينتقدون قبل الاطار التشارع عمي را قاعد يركورس نقد على الخطوه على المشي على الكلمه اذا غلط فهذا جمهور زين ما دمنا احنا بصدد الحديث عن امتداد وما ربما حصدته من يعني اراء قاسيه في كثير من الاحيان وبعدها نعود ونتحدث تفصيلا عن ما سيحصل في ذكرى تشرين وحيك سيد مسعد من جديد
خلينا نسألك أولا عن الدور البرلماني السياسي الشعبوي لكتلة امتداد النيابية، وأنتم مع أي طرف؟ يعني مع الإطار، مع التيار الصدري، مع الشعب؟ الموقف ما عندنا واقف. زين تفضل سيد مسد، لكن مواقفه ما زالت موجودة. يعني المواقف موجودة. تحية واحترام، خير الكلام بسم الله ومن بعده البداية. تحية لك سيد ختام، حياك الله. الضيفين الكريمين العزيزين الصديق الأستاذ مشرق الفريجي وسماحة الشيخ، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. وبهذه الساعة نوجز القول بأن حركة امتداد هي حركة ثورية شعبية جماهيرية لديها نظام داخلي ورؤية سياسية حادة المزاج، حدتها يفوقها حدة المزاج التشريني لدى الشباب المتطلع، باعتبار أن الفكر السياسي لدى الشبان والحناجر الوطنية والأصوات الثورية تعد هذه البادرة الأولى في صياغتهم لمشروع وطني يمثل توجهاتهم وتطلعاتهم. لكن هناك هوة كبيرة بين العمل السياسي الواقعي كفكر كمخرجات للمواطنين، وبين الشغل السياسي الذي يمتهنه ساسة الأحزاب التقليدية الفاسدة. وعلى الفاسدة أخلي آلاف من الخطوط الملونة وليست الحمراء فقط. طيب حركة امتداد بصراحة مثل ما ذكر الأستاذ مشرق، نعم هي باتجاه ألسنة لاذعة من أخوتنا المحتجين باعتبارهم طموحين إلى التغيير بشكل مباشر وملموس، ولكن هناك رئاسة مجلس النواب تجاوزت هي والكتل السياسية على الأعراف الدستورية وعلى المدد الدستورية، بل وحتى مطالبنا داخل مجلس النواب تبعد التصوير الكاميرا والفيديوهات بمطالب النواب المحتجين، وبالتالي غيبوا أصواتهم داخل مجلس النيابي. ولذلك طالبنا بتعديل النظام الداخلي لمجلس النيابي باعتبار يجب أن يكون هناك معاقبة للنائب المتغيب، ويجب أن يكون هناك نقل حي لمجريات الجلسات النيابية باعتبارهم خدام للشعب وليسوا سلاطين على الشعب، وباعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وهو يعني من بس أريد إيضاح دكتور على تفصيلة ذكرتها، إيضاح. نعم. فقط يعني من تكون أكو مداخلة اليوم لأحد النواب من امتداد تستقطع من خلال الدائرة الإعلامية حينما نعم. تبث الجلسة؟ نعم 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 نعم. وكثير من المواقف، منها موقف الأمين العام سيد الدكتور علاء الركابي، موقفه مع وزير الزراعة وقت مع التعليم أيضا، وموقف النائبة كفاح السوداني من وزير الدفاع أيضا. يعني بشكل عام الكتل السياسية واللعبة السياسية هي بصراحة سخرية من ما حدث يوم أمس، باعتبار أن رئيس المجلس النيابي حينما أفصح بأنه باتجاه الاستقالة، من الواضح لدى العمل السياسي بأن يكون هناك أسباب للاستقالة وليس مجرد هواء في نفسه من أجل إعادة إنتاج نفسه بمرحلة جديدة، مرحلة إطارية جديدة. طيب. ولذلك هذه الأمور نحن على دراية بها، والشعب العراقي الآن لم يخفى عليه شيء بهذه السيناريوهات التي اجتمعت بها الكتل السياسية من أجل مصالحها بشكل خاص، ومن أجل ضرب القوى الثورية على مستوى الشارع العراقي. ولكن الشارع العراقي على استعداد وتأهب كامل من الانضباط ومن وحدة الرأي، ولكن كونها مرحلة حديثة في التنظيم السياسي ثم ممكن مزاوجته مع الفكر الاحتجاجي يحتاج بلورة، باعتبار أن تشرين العظيمة وشهداؤها وجرحها تعرضوا إلى تسقيط، وأدوات التسقيط الحكومية كإعلام وأموال وتهديد بالسلاح وخطف وغيرها. ولذلك الثوار لديهم كلمة سيطلقونها إن شاء الله يوم السبت، ومهما اختلفت في البداية بعض الرؤى ولكنها تتجه باتجاه
حب الوطن والتضحية. راح تشاركون هؤلاء الثوار دكتور؟ راح تنزلون للساحة 11 ولا لا؟ نعم، حركة امتداد ستكون في طليعة الأخوة المحتجين والثوار في يوم السبت إن شاء الله، لأن حركة امتداد هي في الأصل نبعت من هذه الساحات ومن حناجر هذه الشخصيات الوطنية، وهي امتداد لتضحيات شهداء الثورة. رغم أكرر مرة ثانية بأن المزاج الثوري هو مزاج حاد يريد أن تكون هناك نتائج بشكل مباشر، بعيدا عن هذا المزاج الحاد والحكم القاسي مثل ما ذكر الدكتور مسعد، لكن من حقهم. نعم. ماذا يمكن أن تحققوا لجماهيركم ولبقية العراقيين دكتور في ظل هذه المعطيات اللي نعيشها اليوم؟ وين امتداد من كل ما يحصل؟ نعم، بالنسبة للخطوات حتى ما أعقد وأخذ الوقت أكثر، الخطوات اللي دعت إلى حركة امتداد، مثلا أول الخطوات بضرورة تشكيل لجنة للكشف عن قتلة المتظاهرين العراقيين السلميين، ولكن كانت الإجابة دائما بالتهديد داخل أروقة المجلس النيابي، سواء باتجاه أي شخص ممكن أن يقدم هذه الورقة. والشيء الثاني يصفون، شنو نوع هذا التهديد دكتور؟ تعرفين كتل سياسية كبيرة كيف تتحدث مع الكتل السياسية الأصغر والتي تتشاطر معها النهج المحاصصاتي في الدورات السابقة. يعني شنو نوع التهديد وهم اثنينهم داخل قبة مجلس النواب واثنيناتهم نواب وممثلين شرعيين عن الشعب؟ يعني مثلا على سبيل المثال الاستقالة التي دعا لها الحلبوسي كانت هي جزء من سيناريو الضغط والسحب باتجاه إيهام الشعب العراقي بأن المخرجات السياسية ستكون وفق المفردة الأخيرة، وهو بالواقع لا، بالواقع هناك لعبة كبيرة جدا ضحيتها هو الشعب العراقي. المهم حتى أعودك على الكثير من الإجراءات التي طالبت بها حركة امتداد، كشف قتلة المتظاهرين يقولون بأنها من الملفات الصعبة والتي لا يمكن الخوض بها. وعدش قبلها مثلا تشريع السبايكر أيضا لا يوجد أي إدانة باتجاه من كان سببا في إزهاق أرواح العراقيين. منو من الكتل أو الجهات اللي تضغط لغلق هذه الملفات الخطيرة واللي بها إدانة واضحة لجهات ربما معروفة؟ أحسنتي، هذا السؤال هو يجيب نفسه، وأبسط عراقي ممكن يجيب عليه، ونتوائم أنا وياه في الطرح باعتبار أن أدوات السلطة هي التي تغيب الأدلة وهي التي تدعو إلى أن يصبح هذا الملف هو ملفا مغلقا لأسباب كثيرة، لأنه سيطيح بجماجم كثيرة من الشخصيات التي استولت على المال العام وعلى السلاح. طيب. والتي تريد تغييب الحقوق المدنية للعراقيين، ولكن لا يمكن أن يقف أمام الصوت الاحتجاج وأمام المد الجماهير وأمام الشعب بشكل عام أي خبايا في المستقبل يجب أن تظهر وستظهر حتما. قبل أن أنتقل للشيخ صفاء مجددا، شلون قرأت رسائل الصواريخ والهاون اللي شهدها البارحة مجلس النواب وفي باحة مجلس النواب، ويمكن لليوم أكو صواريخ تقع بالقرب من المنطقة الخضراء؟ نعم، هذا اللي أقوله بأنه التقصير الحكومي المتعمد في عدم تطبيق قانون رقم 36 لعام 2015 وهو قانون الأحزاب. قانون الأحزاب، هذا القانون يبعد أولا الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات لكي تصبح لها صولة سياسية وصولة عسكرية تخل بالعمل السياسي الفكر الحقيقي اللي ممكن أن ينعكس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية بل وحتى الترابط المجتمعي. وأيضا هذه هي مخرجات السخرية والتوافق والائتلافات والاصطدام بين الكتل السياسية التي اعتمدت على الارتواء من المال الحرام ومن الاعتماد على السلاح المنفلت، وبالتالي هم فيما بينهم يسوقون هذه الحراب النارية، وبالتالي ضحيتها هو الشعب العراقي، وهذا بصراحة يحدث في هذا البلد التعس للأسف. طيب. لوجود الأتعس منه وهم من هيمنوا على إدارة الدولة.
طيب شيخ صفاء، أعود لك من جديد، شنو الرد المتوقع من قبل الصدريين على المضي بإجراءات تشكيل الحكومة من قبل الإطار وحلفاء الإطار؟ هل سيلجأ التيار الصدري مجددا إلى ورقة الشارع اللي ربما يعتبرها ما زالت ضاغطة وتؤتي كلها ربما؟ طبعا تعقيب بسيط على الأخ مشرق. أولا في عام 2019 العراقيين تقريبا المعظم السواد الأعظم هم طلعوا، أما يوجد شباب مثل أستاذ مشرق أو حركة امتداد فلهم جمهور يعني. زين. ليست أنا طالع من الساحة سنة تقريبا في 2019، أنا مضربت عدة عملية ب 19، أما أقول أنا تشريني، أنا أقول عراقي، أنا رجل عراقي. المرجعية وجهت حتى المشايخ الحوزات كلهم طلعوا بالمظاهرات، ما قالوا احنا تشرين. هاي ثورة عراق. ليش نسميها تشرين؟ تشرين لان في شهر العاشر. بس صدري اذا طلع راح يقول لك هذا صدري، ما راح يقول لك اولا انا حسب ما سمعت واقرا واقع يعني بالنسبة للخط الصدري عندما قال في تظاهرات ثورة عاشوراء اللي يطلق عليها اسم ثورة عاشوراء وهي في محرم الحرام، قال بدأت صدرية ولكن الآن ثورة عراقية والتيار الصدري أو الخط الصدري جزء من هذه الثورة. الآن خب هذا إيثار، إذا قلنا العراقيين فالعراقيين طالعين، وإذا قلنا الخط الصدري طالع فهو إيثار على نفسه، يقول أنا جزء من هذه الثورة، ما يقول أنا قائد الثورة. هذا جانب. أنا سامع السيد مقتدى الصدر كثيرا مرارا وتكرارا من 2003 لحد الآن دائما يقول أنا مواطن عراقي، أنا مو قائد، أنا مو قائد، أنا مواطن عراقي اشتغل وياكم. أما هذا الخلط بين أستاذ مشرق التيار والإطار أنا أشوفه يعني مو صحيح، يعني حقيقة مو صحيح. ليش مو صحيح؟ ده يتحدث إنه الأزمة اليوم بين طرفين. لا مو طرفين. ليش؟ وإحنا ما نريد نكون جزء من هذا الصراع. لا سيدتي. الأزمة بين العراقيين وبين أتباع الدول التي تحكم الآن. احنا خلينا نأسس قاعدة، خلينا نأسس هسه. لماذا لا نتكلم على اليوم الأحزاب الناشئة، أحزاب ناشئة، الجيل الجديد، الأخوة في امتداد، إشراقات كانون، هاي أحزاب ناشئة اليوم. ما تقدر تجي تعامل تعاقبه تقول له أنت ليش ما سويت لي؟ شنو ليش ما سويت؟ يعني اليوم أقول لحركة امتداد ليش ما زرتوا 800 شهيد؟ مو صحيح. ما كلفهم هيك شيء، ماكو هيك تكليف. يعني كثير من الناس موجودة، أقول تعال عالج ليهم كلهم. زين أقول له أنت الآن بالبرلمان ليش ما تطلع الدور اللجنة مالتك وتشوف يا هل قاتل، يا هل ما يعرف القاتل الطرف الثالث، يا هل ما يعرفه، أكو واحد ما يعرف الطرف الثالث، أكو واحد ما يعرف يضرب صواريخ، أكو واحد يعرف ما يفجر، ما أدري. يعني إذا ما نعرف نشد عيوننا ونريد يعني على تعبيرنا المشب من مرخل عمل عمه شنو يعني، ماكو هيك حكي. هذا جانب آخر بالنسبة أنا سامع بالنسبة للخط الصدري هم دائما على تواصل من 2003 لحد الآن تظاهراتهم مستمر. ودائما إذا تريد تحاسب يعني راح تنزلون 11 ويا التشريع؟ أكيد أنا مواطن عراقي لازم أنزل ويا 11. أما يقول لي خاصة لي مثلا أستاذ مشرق ناجي، خب أقول له أنت شنو تمثل التشرين؟ أنت شنو تمثل التشرين؟ تمثل العراقيين؟ يقول لك أنا ما أمثل العراقيين. سيد مشرق الآن تمثل العراقيين؟ ما يقدر يمثل العراقيين. خليه يكمل الشيخ. ما يقدر، ما مستحيل هسه أنا أقول هسه أنا باعتبار هسه أنا عندي إصابة وكذا. زين حتى ما نعبر على موضوع آخر بل. فقط هذه التفصيلة أريد تعقيبك عليها سيد. بداية تسمية التشرين هي تسمية شائعة مثل ما يسمون ثورتهم ثورة عاشوراء وهي محترمة. الاعتبار انطلقت في تشرين وأكثر يعني. وأكثر تغريدات سمعت سيد مقتدى الصدر ذكر أنه بخطاب التشرين التوجه والالتحاق، بالتالي هو كان يوجه رسائل إلى فئة معينة. فأنا أعتقد يعني هو يعني كان التوضيح غير سليم. أكيد في تشرين هي كانت الناس تخرج الكل وصدرين ويانا وأخوتنا وأصدقائنا في الساحات، وأنا كنت رئيس لجنة بغداد التحشيدية اللي فيها صدرين ومدنيين وغيرها. أكو عمل مشترك وأنتج عنا سائرون وكان هناك إخفاق، وبعد سائرون اشتركنا في تظاهرات تشرين معا وكنا قريبين. لكن هناك أحداث، أنا ما قلت شيء، قلت أكو أحداث. هاي الأحداث زعزعت الثقة. أما اليوم أنت تقول لي مثلا أنت أكسر الثقة مالتك وأنا نزلت وياك، ماكو حكي، أمشي وياي ماكو حكي. أنا إحنا شخص أخوة في بيت واحد، صار أكو بيناتهم خلل بالثقة. قبل أن تعالج خلل الثقة
ممكن انه انا اجي اقف وياك في صف واحد في صفك. هاي هنا هنا المشكله استاذ مشرق، يعني هذا مصير بلد الان، مصير بلد. ما هو مصير البلد شيخنا الكريم؟ مصير بلد شيخ استاذ مشرق. احنا ما نقدر نجزء العراق من غير الممكن ان اضع من غير الممكن ان اضع مصير العراق مره اخرى بيد ساسه اشتركوا في العراق. ليش تضح انت ضح بيد العراقيين؟ هسه انا خلينا نتكلم مشرق، انا مشرق واحد ما له علاقه لا تشريني ولا عاشورائي ولا صدري ولا مشرق واحد. انا كمشرق والي حق انه ابدي رايي. اي ماك اشكال برايي يعني شلون انا اقدر اثق مره اخرى بانه ما ترجع لي نفس الوجوه الصدريه التي هي اشتركت في العمليه السياسيه سابقا. شوفي في سائر ماكو تفصيله اقتنعنا بها كثيرا. ايش قالوا؟ قالوا ما نخلي واحد قديم يرشح وراح نروح الى حكومه ضد هاي القوى السياسيه، واقتنعنا كقوى مدنيه في حينها. زين ترى قوى مدنيه اشتركت وكان لها باع في هذا الموضوع وتاسست دخلت في تحالف مع التيار وتاسست لجان كان منها انه انقذ العراق. انتخبت الاخير رجعت الوجوه القديمه مداخله رجعت الوجوه القديمه. فانا وحتى كتاب سمحت السيد وهو محترم احنا ما جايين احنا نحترم ارائهم والله نحترم كلش، قالهم انه انتم الوجوه التي يعول عليكم في المستقبل. هاي احنا جايين نشوفها مثلا كمتلقي انا اشوفها ما مقنعه بالنسبه لي. هسه انت كمكنون صدري انسان يقتنع راي محترم واخينا وصديقنا، نحن لا ننتقد العقائد، ننتقد خطوات وعمل سياسي تسبب بازمات العراق، هذا قدنا. اما انا اليوم اجي افرض عليك سياستي، يعني اذا اجى المنتمي الصدري الى التظاهرات كعراقي بدون انتماءات السياسيه او العقائديه اهلا ومرحبا بيقول لك تعرضنا لاصابات وشاركنا أصدقائنا وأخوتنا ولا زلنا نديم العلاقات معهم بل والأكثر من ذلك. ترى إحنا بالرغم كل هذا إحنا نحسن الظن بهم أكثر من الإطار. خي يكون ببالك هذا. هسه هم يقولون مرات أي واحد ينتقدهم ينتقدوا إطاري وطلعوا له سوالف ما أدري شنو تشوف، بس أنا أقول لك بشكل واقع إحنا نحسن الظن بهم أكثر من الإطار. الإطار إحنا ماكو داعي نسولف به. الإطار منتهي. الإطار هذا مو صديق، هذا مو حليف، هذا عدو. التيار الصدري بخطواته الأخيرة هو يحاول إثبات، لكن إحنا جاي نشوفه هو جاي يزيد من الخصومة ويانه، ما يتحمل آرائنا، فبالتالي إحنا جاي نقول أنت ما جاي تنتقدني، يعني جاي أقول يا أبو وحدة هذا رأيي، احترم رأيي كما أنا محترم رأيك. ما نعرف إيش راح يصير بالمستقبل، ما نعرف شلون هم راح يسعون لإزالة هذا اللبس وإزالة مشكلة الأحداث وهاي الترسبات اللي بالثقة ممكن أنهم يعالجوها في داخلهم باعتبارهم مؤسسة كبيرة ولديها سيطرة ولديها تواصل مع افراد. شنو تردون من التيار الصدري حتى تعاد الثقه؟ الوجوه القديمه تنزاح لو شنو بالضبط؟ اكو امور كسريات واكو احداث كثيره واكو تهم ولبس، خلي يعالجوها وحده وحده. حتى هاي احداث صحه الصدرين والزيتون ترى ناسنا بسطاء. الناس ذكرين انت رحمه الله على روح الشهيد هشام الهاشمي ايش قد اكو لغط على الحكومه وهالكلام من لزموا القاتلين مالته ومن سيد الكاظمي راح له او سيد الكاظمي من راح على يمكن احد مقرات الميليشيات واعتقل احد. الشعب اوف هي شعبنا يريد شيء حقيقي يفرح بابسط الامور، لكن بدا هو يكون عنده وعي اكبر يشخص اكثر ينظر اكثر. فهذا النقد خلوه في الحسبان، خلي في محطة تقدير. احنا ما جاي ندخل في خصومة شخصية حتى اني ادخل في سجال شخصي، هذا مو سجال شخصي، هذا تشخيص. هسه اني مخطئ خطا لكن هذا التشخيص هواية واكو هواية ما يقدرون يحكون هذا التشخيص. صحيح خافون. صحيح يقول لك اليوم انا صعد ويا واحد يقول لي اخوي في بعض الاحيان التقية مطلوبة يمكن الشيخ يعرفها. ناس نخاف. لا تقول لي فلان وفلان، تخاف يقول لك انا ما اخاف. انا ما اخاف. انا ما اخاف بس اقول لك هواية ناس تخاف على رزقها. تخاف على عيشته، تخاف من جيرانه. هذا واقعنا اللي اسس للاسف. مطلوب الموت. مطلوب الموت؟ اكيد. هو كل انسان يموت، بعد اكو ماكو اكثر من الخوف من الموت، ماكو انسان ترى اكثر شيء هو يخاف بس من الموت. عندك تعقيب؟ عندي تعقيب. على عجاله شيخنا حتى انتقل انا يعني بثواني يعني تقريبا. مقتدى الصدر يتفق، السيد مقتدى الصدر يتفق مع الشيوعيين قالوا شيوعي، يتفق مع السنه قال صار وهابي، يروح للسعوديه صار وهابي، يروح لايران صار فارسي، يروح التركيه صار عثماني، يجي ويا التشريين صار شو اسمه؟ صار ابن بحثي وابن كذا
يا ماكو هيك حاجه. انا ما يعني ما اعرف الناس شو تريد من هذا الخط الصدري. انا هسه اقرا واقع اقول شو يريد مني. شو تريد من سماحة الشيخ؟ احنا جاي نتكلم على خطوات سياسيه لو ماسين سماحه السيد. لا لا كل الاحترام والتقدير. لا لا مو الخطوات السياسيه. انا جاي انتقد سياسي. ليش يعني يقول يقول هاي ثوره عاشوراء لا تستثني حتى الخط الصدري. طيب راح نرجع ونتحدث عن هذا الموضوع، لكن خلوني انتقل مجددا للدكتور مسعد. هل حزمت امتداد أمرها بشأن الاستحقاقات المقبلة؟ هل ستصوتون مثلا على تشكيل الحكومة الجديدة؟ شنو موقفكم من القادم؟ تحية واحترام. حركة امتداد وفق نظامها الداخلي إن حققت الأغلبية داخل المجلس النيابي فهي باتجاه تشكيل حكومة، وهذا ليس حلما أبدا، بل هو يتبلور في قادم الأيام بعد أن تكون هناك طاقة استيعابية لفهم المشروع إلى أين يتجه. أما عن مرحلة التصويت فأكيد حركة الامتداد والجيل الجديد كونهما قطبان تحالف من أجل الشعب هم لن يكونا جزءا من الحكومة، ولن يكونا هناك كمشرعين، هم باتجاه المعارضة البناءة. ولكن شكل الحكومة الحالية أنا لا أراه بأنه سيمثل التطلعات العراقية بشكل مباشر، وقد لا يكون هناك مخرج لملامح الحكومة باعتبار أن الرفض الشعبي سيكون حاضرا دائما، باعتبار أن الأدوات هي ذاتها الأدوات التقليدية. ولكن تحصيل حاصل، موقف حركة امتداد هو الجانب المعارض داخل المجلس النيابي كمراقب. يعني امتداد معارضة هسه داخل مجلس النواب، ليست الآن بل هي من أول من اختطت بعد المعطيات الأخيرة وانعقاد جلسة البرلمان الجديدة. ما راح تصوتون؟ ما راح تذهبون للمضي مثلا بأي تفصيلة معينة؟ تصويت على رئيس جمهورية، على رئاسة وزراء؟ يعني بشكل عام حركة امتداد هي خارج موضوع الصفقات السياسية وموضوع التفاهمات فيما بينهم، باعتبارها هي تنتهج أسلوب المعارضة داخل المجلس النيابي. أما الموقف باعتبار أن حركة امتداد والجيل الجديد تحالفنا للشعب كان لديهم، لا يزال لديهم مرشح على رئاسة الجمهورية لكسر هذه الهيمنة التقليدية، باعتبار أن رئاسة الجمهورية كمحاصصة تذهب إلى ذلك الطرف من المكون الاجتماعي العراقي، ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الوزراء لمجموعة كذائية. فبالتالي نحن نريد أن نشرع إلى إجراءات تعديل في الدستور تتضمن مفردة المواطنة بعيدا عن مفردة المحاصصة والمغانمة التي انتهجتها الكتل السياسية داخل المجلس النيابي. ف حركة امتداد بشكل عام هي حركة معارضة داخل المجلس النيابي، معارضة باتجاه التصحيح البناء. أما الإجراءات اللي ممكن أن تخدم الشعب العراقي فحتما نحن نعضد من يقدم خدمة للعراقيين، وهذه ليست فضيلة من فضائل الكتل السياسية تنعكس على الشعب العراقي، بل هو واجبهم باعتبار أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي لخدمة الشعب العراقي. طيب كيف راح يكون وجود هذه الأحزاب الناشئة إذا ما حدثت انتخابات مقبلة؟ نشوفها راح يكون موقفها أقوى لو هي بدأت تتلاشى؟ بصراحة هي بلورت، هو منذ بداية نشوء الحركات أو تأسيس الحركات الناشئة كان هناك الكثير من الحوار والشد والجذب. لحين أن ظهرت على سبيل المثال حركة امتداد وشد وجذب، لحين ظهرت نازل أخذ حقي، وظهر البيت الوطني والفاوزاخو، وأيضا قد تكون هناك حركات ناشئة في الأيام القليلة القريبة. لكن هذا التبلور وتعدد المزاجيات لدى المحتجين، لدى الشارع الناقم سواء كان مؤيدا لثورة تشرين أو يميل إلى الفكر الوسطي أو المعتدل أو ذات اليمين أو ذات اليسار، حتما سيكون هناك بلورة متفقة فيما بينهم تحقق
روح الانسجام باعتبار أن المخرجات الآنية من عام 2006 سياسيا ولحد الآن جميع الكتل السياسية هي متفقة على إجهاض الصوت العراقي ومصادرة حقوقه وموارده والهيمنة على المال العام وتضخيم وتفخيم لغة السلاح المنفلت. فحتما الفكر السياسي وحتى الأخوة على مستوى الساحات هم سيجدون بأنه لا منحة إلا منحة الاتحاد وتوحيد الخطاب والفكرة وبالتالي العمل كجسد واحد منظم. وهذه إحدى مخرجات الإيجابية التي وحدت العراقيين في ثورة تشرين وقد وحدها الدم بما فيها التظاهرات الصدريين أو الجمهور الصدري دكتور، ولذلك الدم العراقي هو أمانة في أعناق جميع المحتجين ونكون لهم الحب والاحترام ونحن نعاضدهم في أي رؤية يحتاجونها أو لربما يتطلعون لها. العفو. طيب. سؤالي الختام. دكتور تحدثت عن ضرورة الوحدة فيما يخص الاحتجاج والمطالب أيضا حتى تنطيها ربما زخم وقوة وتكون ورقة ضاغطة حقيقية، هل هذا يشمل الجمهور الصدري أيضا؟ أنا حينما أتحدث عن حركة امتداد، امتداد وضعت رؤية عامة، هذه الرؤية عرفناها بأنها مفردة المواطنة، أعرفها أكثر بأنها مفردة التوحيد المطالب. إذا اتحدت المطالب من أجل مصلحة العراق والعراقيين فالساحة والشارع هي ليست لامتداد ونازل و الفاوزاخ أو البيت الوطني، الساحة العراقية هي لجميع العراقيين. فوحدة المطالب الضامنة وهي أيضا مهمة وأضعها بين قوسين، وحدة المطالب الضامنة التي تحقق إجراء تعديلات دستورية تشخص البنود الدستورية التي تجنح باتجاه الإغفال الدستوري ومحاولة تفسير البند الدستوري لأكثر من تفسيرين باعتبار المزاج السياسي مهيمن على باقي مفاصل الدولة. ولذلك اللي أحب أوضحه بأن حركة امتداد نعم تنتهج أسلوب واضح وأن المخرجات الوطنية الضامنة هي الكفيلة بأن يكون الشارع المحتج قد يكون من دارا كردستان او من رمال الفاو. نعم. خليني اعود للشيخ صفاء، نتوقع ان يتكرر سيناريو اقتحام البرلمان والخضراء من جديد، البعض متخوف من حدوث صدام وربما يجرنا الى منطقه اعطاء مزيد من الضحايا لا سامح الله. شوف انت البارحه اذا طالع بغداد يعني مو صبات يعني احاديات، لا شفتوهن يعني بشفل البارحه ما ينشالن ما انشالن شفلات اثنين جبتوهن ما انشالن والله موجوده شفلات اثنين بس ما انشالن. انا اقول لك المشكله اللي لا يتصورون الاطاريين يمر محمد الشاع السوداني على دماء العراقي الاصرار مو كل ما يريده المرء يدركه، ماكو هيك قاعده. طبعا حق الرد مكفول للجميع، ما عندي اشكال على حديثك كل ما من ذكر اسمه بهذه الحلقه. لا انا ما اقول اقول لا شيعة الا شيعة العراق. اما الاطاريين يمشون اصروا الاطاريين انه محمد الشيع السوداني مرشح ما يمشي، شنو السيناريو؟ ما يمشي، شو تسوون؟ هم يقولون ما يمشي، هم لحد هاي اللحظه هسه انا وياك قاعدين بالاستديو هم يقول ما يمشي، نريد هم يقولون نريد نروح للصدر، نريد نودي للصدر، هسه ليش مشكلة شكلكم علم تودون للصدر؟ انتم ناس عندكم الاغلبيه صارت واوائل، شنو يعني ترضون انتم مثلا علي ترضونه؟ هذا يقول اعطي خمس وزارات، هذا يقول اعطي 10 وزارات، هذا يقول خلي نروح له، هذا يقول شو اسمه هاي المساعده الوزير الخارجيه الامريكي تقول ما يمشي البلد الا بمقتضى صدر، التركي البارح يقول ما يمشي الا مقتضى، الايرانيين قائان يقول ما يمشي الا يمشي الصدر. قائان اسمعي القائان يقول ما يمشي، هاي الصحف الايرانيه بل الحكومه الايرانيه متيقنه كل اليقين الا 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 الصدر، هم يريدون يحطون الصدر شماع لهم حتى شنو حتى اخفاقاتهم كلها تصير برقبه الصدر. يعني انا ما اعرف يريدون يمشون على دماء العراقيين، اذا يريدون يمشون على دماء العراقيين فليستعدوا خلي يقتلون الشعب العراقي ويحكمون. اها اي هم هذا اللي يريدونه، المهم يقضون كرسي، المهم الزم الكرسي، هذا يكون الكرسي ما انطيك اياه، لان اذا انطيك هذا الكرسي ويشاطرني بالراي سيد النائب، اذا انطى هذا الكرسي اتحاكم.
خليني أنتقل أخيرا للسيد مشرق. يعني ما دمنا نتحدث عن مخاوفنا وتخوفنا من قمع التظاهرات واللي حصل سابقا ربما يعني تتكرر في يوم السبت، أكو عندكم تخوف، أكو عندكم احترازات معينة مثلا ذكرت يعني ممكن أكو نوايا لاقتحام الخضراء أو أحاطتها؟ ماكو نوايا للصدام، أكو تنظيم عالي من الشباب أنهم يكون احتكاك، هذا اللي نقدر نسويه. التعامل راح يكون فقط من جانب واحد للصراع، إذا كانت هو جنبة الشغب أو غيرها نتمنى أنه يتعاملون بشكل جيد مع هؤلاء الشباب واستيعابهم باعتبار هم طالبين حياة حياة زينة، طالبين تغيير حقيقي. أرد أعقب على قضية التحالفات والقوى السياسية. يعني إحنا في قوة تغيير الديمقراطية أكثر من 8 أحزاب سياسية نعمل مشتركين وتنزل عندنا بيانات مشتركة من ضمن الحزب الشيوعي والتيار الاجتماعي والبيت الوطني والبيت العراقي وأيضا حزب الوعد العراقي. أنا أعتقد سيتبلور شيء جيد للانتقال إلى بقية التحالفات إذا كانت من أجل الشعب والتحالفات الأخرى القريبة من عندنا، التحالفات المدنية والوطنية والسعي إلى التغيير. ممكن أن يكون هناك تحضير للانتخابات. اليوم نزل طبعا نزل بيان تأكيد اليوم أيضا من عندنا، تحدثنا في قوة التغيير الديمقراطية عن إدانة شديدة وواسعة للقصف الإيراني على المناطق، وإحنا لا نجزئ الاعتداءات سواء تركية أو إيرانية أو غيرها. اعتداء واحد ما دامت على العراقيين، لكن يجب أن نؤكد بما حدث ليلة البارحة كان اعتداء غاشم وكبير بينما قوى السلطة ويمكن نائبات تقدم كان يهلهل للحلبوسي وهذا المعروف اللي شنو اللي صار. لا نائبات تقدم هن اللي يهلهل للحلبوسي وبالعافية عليهم الحلبوسي مرة ثانية، وأتمنى بعد ما ينزع سترته ويجينا لا هو ولا حلفاء وأمثاله وغيرهم، لأن أعتقد راح تكون هذه المرة الطاولة ستنقلب انقلابا كبيرا. شكرا جزيلا لجنابك سيد مشرق الفريجي الأمين العام لحركة نازل أخذ حقي، وأيضا للشيخ صفاء البغدادي الباحث في الشأن السياسي. شكرا لسماحتك، وأيضا للدكتور مسعد الراجحي عضو حركة امتداد. أشكرك جزيلا دكتور، وأعيد وأكرر حق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه في هذه الحلقة. استودعكم الله، إلى اللقاء.